عشاق السفر في كل مكان، تحياتي للكون. خلصنا سفرة اليابان، وأي حدا مهتم أكيد بالسفر لليابان بده نصائح، بده أماكن. أنا رحت على أكبر المدن على فكرة، رحت على طوكيو، على كيوتو، على أوساكا، حتى على الريف الساحر اللي فيه جمال وطبيعة أنا تفاجأت فيها. يدخل يشوف السلسلة هون كاملة متكاملة. الفيديو اليوم هو عن أكثر من 10 أشياء صدمتني في اليابان. يعني سمعت كتير عن موضوع كوكب اليابان وغرائب وعجائب اليابان، ولكن فعليا في شغلات بتشوفها بتشد انتباهك وبتعطيك فعلا انطباع مختلف عن بقية الأماكن اللي زرتها حول العالم. يعني مثال، ما يكون أنت مثلا دولة متحضرة وهيك شغلات، ولكن يكون عندك مرحاض بموسيقى والكرسي تبع الحمام الله يكرمكم بإمكانك تدفيه في الشتاء. من ناحية تانية، الناس كتير ودودين وكتير عطوفين وكتير متعاطفين معك، ولكن في جفاف عاطفي في هالبلد، بشكل انه في كافيهات اسمها كافيهات الانمي، عبارة عن الناس بتروح لهنيك عشان تحكي مع البنات اللي لابسين لبس انمي. طبعا ما بدي احكي لكم كمان عن موضوع المربع الاحمر مثل تبع هولندا، موجود كمان في اليابان. يعني احنا بنعرف اليابان بلد اخلاق وقيم، ولكن في شغلات تخليك فعلا تقول ايش الموضوع بالضبط. لهيك اكثر من 10 شغلات شفتها وصدمتني، احكي عنها بهذا الفيديو. عطيني رأيك في التعليقات، هل فعلا هذا الشيء بتماشى مع رؤيتك لليابان؟ وهل هذا الشيء بشجعك تزور اليابان ولا لا؟ أضفك شيء هيك غريب كوكب اليابان هو المراحيض الله يكرمكم. مثل ما شايفين المراحيض إلى هيك، في عندك موسيقى on off، في عندك front ورير أمام وخلف، في عندك يعني شغلات غريبة، بس ما بعرف شلون لسه لحد الآن استخدام. ولكن يعني الموضوع شايفين حتى شغلات أوتوماتيكية، شغل هيك بتقوي بتزود وما بعرف شو. بدنا واحد ياباني يشرح لنا الموضوع، ولكن حبيت أقلكم أنه في شغلات غريبة فعلا في هالبلد. شلون عندكم مثل هاللوحة هاي دايما موجودة في عشان تعرف أنت وين، بدك تشوف مطاعم، بدك تشوف اي شيء بدك اياه مباشره بتطلع لك اياه مباشره على الخريطه. بالاضافه طبعا في عندك فري واي فاي هون مباشره، لما بتعمل سكان او حتى تساوي الان اف سي تشبك مباشره على السريع. فصراحه شغل جميل وشغل مميز لاي حد جاي سياحه هون طوكيو. معظم الاماكن والشوارع الرئيسيه ممكن تلاقي هذا الشيء او حتى تدور عليه، كتير بيساعد عشان ما تضيع او تعرف انت شو بدك. هون باليابان بدك تصرف مصاري، هاي المصاري الياباني، شوفوا شلون الشكل تبع المصاري شلون، والله شكله هيك فاخر على فكره وملمسه حلو، والاهم بتحسها جديده دائما. تدخل على هيك شيء اسمه سمارت اكسشينج، مثلا موجوده في اماكن مثل ستاربكس وهيك شغلات، بتنقي العمله اللي انت معك اياها. والله انا بدي مثلا دولار، بعدين بيجي بقول لك والله ترى في هون اللغات، تختار انجليزي لك، بس حطيت المصاري ما حترجع مره ثانيه. بتحط المبلغ اللي بدك اياه هون، الدولار او اليورو اللي بدك اياه هون، بعدين بطلع لك اياه كم بالياباني. مثلا هلا اليوم السعر حوالي 130، وعلى اساسه بيجي بيقول لك المبلغ هيك، بيطلع لك هون كلمه withdraw، تضغط عليها طلع لك المصاري من هون والكوينز من هون، وهيك انت عملت اكسشينج للماني بدون اي، لا تقول لي لا جواز سفر ولا بطيخ. يعني شوفوا اليابانيين على قد ما هنين شاطرين كل شيء تمام، ولكن يا اخي في عندهم شغلات غبيه. يعني انت بمكان سياحي ومكان منطقه يونسكو، بعدين شو بقول لك ايش؟ شوف هذا الشيء شايفين؟ هون هلا هون عندك في محطه تبعت الباص، ما عندنا مكان للزباله، دبر حالك وخذ زبالتك معك. مو بس كمان صعب تلاقي سله زباله الله يكرمكم بالشارع تحط فيها القمامه، كمان ممنوع تاكل او حتى تدخن في الاماكن العامه. الأكل بيكون داخل المطعم، وبالنسبة للدخان له أماكن محدودة في الأماكن العامة، غير هيك عليك غرامة. هذا الشيء صراحة بيسهم بنظافة المكان وبيعطيها جو مختلف عن بقية البلدان. هلا حورجيكم شلون هون، هذا الشيء اسمه الأوكوموجي اللي هو مثل ورقة الحظ أو النصيب هون. هون بقى ميدوري شي ويل اكسبلين تو اس اول تايب اوف وات از ذا نيم اوكوموجي اوميكوجي اوكي. سو ذس از ذا ستاندرد وان، اوكي، اند اتس بيسكس از 100 ين، اوكي، اوكي، اند ذا اذر از 200 ين، اوكي. ذس از سبيشال، ذس وان هاز ليتل تشارمز يو كان بوت ان يور واليت، اوكي، اند
For good luck. Good luck, yeah. Uh-huh. You get different types of good luck depending. So you, they give you good luck depending on. Uh-huh, okay. And this is for love. Mm-hmm. This is if you have a specific purpose or something. Yeah, and then you can get it bullseye. Ah, okay. This is for girls, this is for boys. Okay. This is depending on your age. Okay. From 10 to 30, 30 to 60, and over 60. Okay. And this one is color. Color stuff. Oh, I think they give you like a bracelet or something at the end. Okay. Wow. I like this. And what kind of stuff that is? Like, what kind of advices you will get? Everything. They give you little, just little sentences. حتى كمان عندهم كازينو مبني على نمط الأنمي مثل ما شايفين. الغرابة كمان تمتد لوسائل ترفيهية فعلا مميزة وغريبة وما شفتها غير في اليابان، وطريقة العرض تبعتها شوفوها واحكموا عليها. الألوان هون يعني بتشوف شلون الألوان في كل مكان، بس عود واشتري وانبسط. شوفوا شلون عالم مختلف ثاني تماما. هذا الدور الثالث. هون بالطابع الأخير بقى بتلاقي لك شغلات أسهل، بتدفع 500 ين، وبتاخد بقى أنت وحظك شو حيطلع لك من هالطابات على حسب نوع اللعبة اللي بدك إياها. هذا كله طبعا من نامكو اليابانية، الشركة الأصلية هي عاملة هذا المبنى بالكامل. هاي هون منطقة الأكيهابارا، تعتبر تبعت الأنمي. طبعا كمان معروفة بشيء اسمه اللي هي الميد بار. ميلك بلانت. انترستينج. باختصار اللي بتشوفوه بالأفلام كرتون والأنمي بتلاقيه هون على أرض الواقع في اليابان. أحلى بوليس كمان. هاي هون بتكون البارات، تطلع لفوق كله مانجا. ففكرة هالكافيهات هي كلها أو البارات باختصار، بدخل الشباب بشوفوا هالبنات هي لابسين لبس الأنمي تبع الأفلام كرتون، وبعدين بيحكوا معهم بياخذوا راحتهم، لأنه آخر شيء ما في هالأريحية بالتعامل بينات الجنسين بشكل هيك سهل جدا. طبعا هذا كمان بنعكس عليهم حتى بعلاقاتهم الاجتماعية والعاطفية، ما بيحكوا مع بعض مثلا بين شاب وبنت والله أنا أحبك بشكل مباشر، أنا بقول له والله أنا بدونك حزين، وبالتالي هي لازم تفهم أنه هي indirect. فهذا الشيء بيعكس لك قديش الوضع عندهم في جفاف عاطفي فعلا. طبعا التطور باليابان صراحة بتلاقيه بشكل واضح، خاصة في المدن الكبيرة، في التنظيم، في طرق البناء، باللاندسكيب، بالأنوار بالليل، بالفيوز. يعني انت المشي داخل المدن اليابانية الكبيرة خاصة طوكيو أو حتى أوساكا تستمتع فيه، لأنه فعلا في منظر حضري جميل. يعني حتى الأماكن المزدحمة، الأماكن اللي تقدر تقول اللي هي قلب المدينة النابض، بتلاقيها مزدحمة ولكن ممتعة.
فيها أنوار، فيها رسومات، فيها خاصة ثقافة الأفلام كرتون والمانجا، بتلاقيها في كل شيء، في الإعلانات، موجودة ضمن الثقافة اليابانية اليومية، فهذا الشيء جدا مميز صراحة. جيب هون بقى روح اليابان الجديدة اللي نحن شايفينها بالأفلام فعليا. هون بتشوفها صراحة بشيبويا بشكل واضح وصريح. لا الفيو هون خرافي شوي، شوفوا كيف شكل الشارع. فهذا كله مسكر اليوم، فمشان هيك الناس هتمشي بنص الشارع. هاي هي منطقة جينزا، لا تتفاجأ. نعم هاي طوكيو، وهذا تاكسي موديل يعني 1990، السيارة صار 30 سنة وما عنده مشاكل، ونظيفة ومرتبة ووضع ولا أحلى. شايفينها هاي السيدريك نيسان، مدام شغالة وعملية ما عنده مشاكل. هون باليابان الشيء اللي يمكن تشوفه مباشرة في تطور، بس مدام في عملية وشغالة بشكل ممتاز ما في داعي تغيرها، بتحافظ عليها مثل ما هي، نظيفة ومرتبة. تتميز اليابان بشبكة قطارات رهيبة يا جماعة. يمكن في دول كتير مثل أوروبا، ألمانيا مثلا، في شبكة قطارات، ولكن هون فعلا شبكة القطارات ضخمة. يعني ممكن تكون خط السير فيه 3 قطارات منتجين كل واحد باتجاه معين. والأهم من هذا كله دقة المواعيد. هون باليابان نحن عم نحكي فعلا ما في أي تأخير، قطار أو حتى باص كله على الوقت بشكل حرفي تماما. هاي هون حمامات العمومية موجودة في معظم محطات القطار، والأحلى من هذا كله أنه بتكون مجانا ونظيفة. يعني ما في شيء اسمه تدفع 10 ولا تدفع لك 50 ين ولا 100 ين، هذا الكلام غير موجود. معظم المدن رحت عليها كلها فيها كلها نظيفة وكلها مجانا. هاي الأوضاع بالليل بقى بعد الناس تكون خلصت، هيك بتكون الشوارع باليابان، الناس بالأراضي والشوارع وسخة ولا كأنه اليابان اللي بنعرفها. فهمتوا كيف؟ يعني بالويكند الدنيا بتخرب، بتعرفي شلون؟ هاي الشوارع الرئيسية يا جماعة اللي كان أصلا ممنوع حتى تدخن، حتى ممنوع تدخن فيها، هيك بتصير. فالوضع بيختلف تماما، والناس بتصير بتعمل شغلات غريبة وعجيبة من الشغلات اللي فعلا صدمتني في اليابان هو وجود المربع الأحمر سوكوموكو، مثل تبع هولندا ولكن بالطريقة اليابانية. عبارة عن محلات، هالمحلات هي بدل ما تكون محلات تجارية بتكون محلات سوكوموكو، والموضوع بيس وواضح وصريح واتفاقيات مباشرة. يعني صراحة ما توقعت ألاقي هذا الشيء باليابان، ولكن موجود أمامكم. وصراحة يعني شلون ممنوع التصوير على فكرة، وكله بالخفية. من القرية هون شوف. شوف 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 يا إلهي يا إلهي. هذا المكان لازم ينزال، جيت فيه على اليابان حقيقة.
جمال الطبيعي الساحر مو بس بتشوفه بالريف أو بالقرى الصغيرة، لا كمان داخل المدن الكبيرة. يعني المدن الكبيرة سواء طوكيو سواء كيوتو أوساكا فيها حدائق على مستويات عالمية من التنسيق والتناغم الطبيعي. هتشوف مناظر جميلة، هتشوف راحة، هتشوف سعادة صراحة. يعني حلو جدا ضمن هذا التطور وهذا الحضارة المتطورين فيها ونمط الحياة السريع تلاقي حدائق يعني تخليك تعيش تناغم مع الطبيعة بشكل صراحة غير مسبوق. واو يا إلهي يا إلهي، شيء خرافي. الطبيعة في اليابان يا جماعة أنا لحد الآن مبهور فعلا، لأنه فيها تناغم مع الإنسان وبنفس الوقت يعني هنين عاملين فيها شغل بس بنفس الوقت طالع بشكل طبيعي جدا. ما بتحس حالك أنه هي صناعية قد ما عاملينها بشكل أنه فيها هارموني، فيها تناغم بين البشر والطبيعة بشكل أخاز جدا. هذا لو دخلنا لجوا اسمه ناكاميسا دوري. لا تعلقوا كتير على نطق الكلمات الياباني لأنه يعني أنا جاي مسافر وسائح، ولكن مثل ما شايفين هذا صار له أكثر من 400 سنة، شارع معروف أكيد مجدد ومحافظ عليه ولكن تاريخه يعود إلى 400 سنة. صراحة من الشغلات اللي كمان فاجأتني وبالأحرى خلت الموضوع بالنسبة لي باليابان شوي هيك بحاجة أن أنت تكون مستعد لإله هو موضوع اللغة. اليابانيين ما بيحكوا اللغة الإنجليزية بشكل يعني واسع. يعني مثلا هذا المكان السياحي اللي احنا عم نصور فيه هو رقم واحد مكان سياحي، هو معبد سونسو في طوكيو، فبتلاقي الناس هم ممكن تفهم عليك إنجليزي، حتى في بعضهم ممكن يحكوا عربي كمان. ولكن بس تطلع خارج الأماكن السياحية صراحة ما بيحكوا إنجليزي بشكل يعني مطلق. هذا الشيء صعب جدا، لهيك أنا صراحة بنصح أي حدا بده يجي لازم يكون معه مترجم أو يكون معه جوجل ترانسليتر على الأقل التواصل، إنه هنين شعب ودود ولطيف نعم، ولكن كتواصل باللغة صعب جدا. طبعا الجيل الجديد نوعا ما الجيل الشباب اليافع بيحكوا، ولكن مو مثل ما أنا متوقع. يعني تايلاند بيحكوا أحسن منهم بكتير صراحة. فهي كمان نقطة من النقطات اللي هيك أثارت انتباهي وجهشتي إنه شلون براند متطور لهالدرجة وما بيحكي إنجليزي. مش بطال أبدا ولكن ما في هالشيء المميز بشكل كبير. اللهم النمط الياباني للبضائع اليابانية هالشغلات هي كلها.